نظم نادي سموحة الرياضي مسيرة حاشدة جابت شوارع محافظة الإسكندرية لإعلان تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة فرج عامر، قال إن المسيرة ضمت الرياضيين والفنانين وشخصيات عامة وأعضاء نادي سموحة إلى جانب مواطني الإسكندرية عرفانا وتقديرا بإنجازات الرئيس السيسي في مجال الرياضة وما حققه من مشروعات قومية عملاقة.